السلام عليكم نكمل حلقة يوم امس التي لم نكملها بسبب خلل فني. وصلنا بحلقة يوم امس انه فرويد ادعى انه علم النفس يمكن وضعه على قدم المساواه مع الفيزياء. علم النفس ممكن يكون حاله حال الفيزياء. طيب كيف يا سيد فرويد تبرر هذا الادعاء؟ بدا فرويد بافتراض. هذا الافتراض يقول انه النفس يمكن صياغتها في صورة جهاز وظيفي موسّع يحتوي على ثلاثة أجزاء ما هي هذه الثلاثة أجزاء؟ هذه الثلاثة أجزاء هي الأنا العليا والهو والأنا لكل مكون من هذه الأجزاء الثلاثة اللي هي مكونات العقل لكل مكون منها وظائف محددة يبدأ فرويد في شرح وظائف كل جزء من هذه الأجزاء كتب فرويد يقول لا يوجد في تعبيرات النفس شيء تافه أو شيء اعتباطي أو فوضوي بعبارة أخرى فرويد يريد أن يقول أنه سيكون من الممكن اكتشاف قوانين التحليل النفسي طيب كيف يمكن اكتشاف قوانين التحليل النفسي؟ يقدم فرويد أربع افتراضات من أجل أن يثبت أنه علم النفس حاله حال فيزياء الافتراض الأول اللي قدمه فرويد يقول حتمية الحياة النفسية بحتمية الحياة النفسية هذه الحتميه التي تنص على عدم حدوث اي شيء على الاطلاق من احداث عقليه غير مقصوده، كل شيء مقصود. بمعنى الحتميه النفسيه هي انه فرويد يفترض انه كل ما نفعله انه كل ما نفكر به، انه كل ما نشعر به له هدف ومعنى وقصد. جميع احداث الحياه النفسيه محتومه. زلات اللسان الحركات الإيماءات الأحلام العصاب بأكملها على الأطلاق كلها إلها معنى إلها أصول محددة في خبرة تاريخ الفرد يقول فرويد لا شيء في العقل اعتباطي أو غير مقرر يقول أيضا لا يوجد في العقل شيء يسمى حتمية اعتباطية إذن بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة فإن معظم سلوكنا كبشر إلى محددات متعددة هذه المحددات هي اللي على أثرها ينتج هذا السلوك وفقا لفرويد ممكن اعتبار الدوافع التي تحدد هذا السلوك خليط من اثنين من القوى الأولية اللي هي الغريزة الجنسية وغريزة الموت هاتين هما الأساسيتان في كل سلوك البشر هذا أول افتراض اللي هو الحتميه، الحتميه النفسيه. الافتراض الثاني الذي يقول به فرويد هو ان اللاوعي هو قوه ديناميكيه. اللاوعي ليست مجرد سله مهملات مليئه بالافكار والذكريات غير المرغوب بها. يقول اللاوعي عالم عقلي محدد بدوافعه بطريقه التعبير الخاصه به باليات الذهنيه الغريبه هكذا يقول فرويد. بعد ذلك سوف ينتقد فرويد في هذه الفرضية الثانية سوف ينتقد بهذا التأكيد لما وراء الفهم التقليدي لللاوعي سابقا كان اعتبار الوعي أمر سلبي وعاء سلبي سلة مهملات للمواد غير المرغوب فيها أيضا سوف يتغلب على المطابقة التقليدية بين العقل والوعي بين الجسد والروح التي ممكن أن نجد صداها بارس في ثنائية ديكارت بالتالي اللاوعي يلعب دور مهم جدا في الحياه العقليه البشريه لماذا لانه يضفي معنى على الاحداث التي قد نظن انها عشوائيه مثل زلات اللسان مثل الاحلام مثل العصاب بالتالي ننتقل او ينتقل بنا فرويد الى الافتراض الثالث الذي يقول انه جزء كبير من السلوك البشري مدفوع بدوافع لاوعيه هذه الدوافع اللاواعيه يعبر عن اقتناع فرويد انه جزء كبير من سلوكنا من افكارنا من مشاعرنا تتحدد بدوافع نحن لا نعرف ما هي هذه الدوافع. بدوافع لا نعلم عنها شيئا، لماذا؟ لاننا لسنا المسيطرين ابدا على زمام الامور في اجسادنا. اذا وفقا للنظريه الغريزيه الجنسيه جميع السلوك البشري يتوجه نحو تلبيه حاجه بيولوجية جدا مهمة اللي هي الغريزة الجنسية ليست الغريزة الجنسية لا الأمور الجنسية أو الحاجة اللي نقول أنه هذه الحاجة المهمة جدا التي يعني يقوم تقوم الاحتياجات البيولوجية على تبديتها والتي هي الحاجة الجنسية هذه الحاجة الجنسية أما نقوم بها بطريقة مباشرة أو بطريقة متسامية كيف؟ بطريقه متساميه، طريقه متساميه كان تتجاوز العمليه الجنسيه عن طريق الابداع كان تكون رسام او موسيقي او شاعر او رياضي بحيث تستطيع ان تتجاوز العمليه الجنسيه يعني بطريقه غير مباشره. اذا يوجد العديد من دوافع السلوك البشري مدفونه اين؟ في اللاوعي. في مكان اسمه الهو او الهو. بالتالي هي مخفيه عن الشخص، لا يستطيع الشخص ان يعرفها. مع الهو توجد الانا الانا هي مهمتها بالضبط توجيه هذه الطاقه الى اشكال تعبير هذه الاشكال التعبير تكون منسجمه مع الواقع وتكون منسجمه مع الجزء الثالث من مكونات العقل الانا العليا اللي هو الضمير نشرحها بالتفصيل الهو اللي هو نعتبره الجزء الخفي والعميق الذي لا يمكن الوصول اليه ابدا لا يمكن الوصول اليه من الشخصيه البشريه هذا الجزء اللي هو الهو على اتصال مباشر مع العمليات الجسديه اذا يمثل لك هذا مخزن لكل شيء موروث وثابت في العالم الحقيقي لكن مع ذلك الهو اللي بداخلنا ما يتصل بالعالم الحقيقي اتصال مباشر كان يكون على سبيل المثال ساكن ببيت لكن لا يخرج الى العالم الخارجي من الذي يخرج ويحقق طلباته؟ الانا، الانا هو مثل الخدام. الانا خدام يحقق طلبات الهو. طيب كيف نتعرف؟ اترك الاهراء، كيف نتعرف على وجود الهو؟ نتعرف عليه من خلال الاحلام، من خلال السلوك اشكال السلوك العصبي، من خلال زلات اللسان، نستطيع ان نتعرف على وجود الهو. سبب وجود الهو داخل انفسنا هو فقط اشباع غرائز لا اكثر ولا اقل، هذا الهو الموجود داخلنا يخضع لمبدأ اللذة بالكامل. مثل ما ذكرنا الأنا اللي هي مثل الخادم اللي تحقق طلبات الهو وعلى اتصال بالواقع تخرج خارج هذا البيت المسجون بالأنا وتحقق طلباتها لكن ما تحققها اعتباطا. الانا ايضا نستطيع ان نعتبره ليس فقط خادم لكن مدير اداره يعني هذا المدير بحيث يجب ان يعمل وفق ما هو موجود بارض الواقع لان هو طلباته طلبات رهيبه يعني جنسي بشكل لا يعرف عيب ولا مستحى ولا خجل ولا يعبا بالواقع ابدا الانا لا الانا يعرف الواقع هو ما يعرف الواقع لانه يعرف اللي هو يعرف فقط غريزه جنسيه من هو طفل عندما يجوع يصرخ من أجل الحليب لا يعبأ أنه أمة تعبانة أو كذا للمثل فلذلك يقوم الهو عفوا الأنا يقوم بتحقيق الطلبات لكن بالوقت المناسب يشبع الغرائز الجنسية للهو بالوقت المناسب يجد طريقة مناسبة ما ينفضح أمام العالم وأيضا الأنا يخاف من الأنا الأعلى لأن الأعلى هو الضمير لانه اذا حقق كل طلبات الهو الانا الخادم اذا حقق طلبات الهو الضمير ماذا سيفعل به الانا الاعلى؟ سوف يجعل يجعله يحس بالدونيه بالاحتقار بالسفاله بالكذا بالتالي سوف يتعذب اذا يعد الانا نفعي صحيح بلا قيم صحيح مجرد خادم لكن بينما هو يحقق طلبات الهو بينما يحقق طلبات الهو فانه لا يفعل ذلك الا بناء على ما موجود في الواقع وعلى موافقه الانا الاعلى. ايضا هي مكلفه بالحفاظ على استقامه الكائن الحي الانا. الانا هذا الخادم الموجود داخل هذا الجسد البشري داخل النفس البشريه العفو مطالب بالحفاظ على هيبه واستقامه الكائن الحي. اذا ما هي الانا العليا؟ الانا العليا هي الضمير. الانا العليا داخل الانسان هي افكار المجتمع وقيم هذا المجتمع التي غرزت في نفسيه الطفل من هو طفل من خلال كلمات وافعال الوالدين وظيفه الانا الاعلى خال كاميرات مراقبه على الهو وكذلك على الانا على الهو وعلى الانا حتى الانا لا يحقق طلبات الهو كيفما اتفق لانه دائما هذا الهو هو يعني تخيل تخيل رجل كبير بالسن ويخاف جدا من المجتمع وعنده العيب هو الشيء الاساسي العيب المستحى الخجل الحياء دائما هذا الانا لذلك دائما الانا يخبر الانا الاعلى دائما يخبر الانا اللي هو الخادم بوجود قيم اخلاقيه يجب ان يتمسك بها بدلا ان تستسلم و... وتحقق كل طلبات الهو ابدا دائما يذكر بانه عليك يا ايها الانا يا ايها الخادم ان لا تحقق طلبات الهو بالكامل هذا ثالث افتراض الافتراض الرابع الذي يفترضه فرويد من اجل ان يجعل علم النفس او التحليل النفسي حال حال فيزياء هو انه لا يمكن الكشف عن سبب انماط السلوك الحاليه اللي يعاني منها المريض الا ان نرجع للتاريخ الا باستخدام نهج تاريخي نرجع الى الوراء حتى نعرف ماذا يعاني هذا المريض الاعراض الحاليه ترتبط بتجارب سابقه سواء كانت واقعيه او متخيله بالتالي هذا الافتراض الرابع مهم جدا عند فرويد من اجل ان يحصل على استنتاجات لماذا لان فرويد استنتج عمل اللاوعي من تجليات الظاهره عن طريق مرضى الاحلام العصاب زلات اللسان يقول بالنسبة يقول فريد بالنسبة للطفولة فإن مصدر اللاوعي والعمليات الفكرية اللاواعية ليست سوى تلك الأفكار تلك الأفكار وحسب التي أنتجت في مرحلة الطفولة المبكرة إذا كل ما يعاني منه المريض الآن يرجع إلى الأفكار التي تم إنتاجها في مرحلة الطفولة لاحظ كيف مهمة الحياة اللي يعيش بها الطفل جدا مهمة لأن راح تنعكس على النفسية البشرية إلى آخر يوم حياته اذا فرويد لم يكن فقط مهتم بكيفيه التي يسير عليها السلوك البشري فقط لا لكنه كان مهتم ايضا باسباب ذلك السلوك اسباب السلوك البشري تكمن في تجارب الماضي في الطفوله اذا من اجل فهم العله العله التي يعاني منها المريض يجب ان نرجع الى احداث ماضيه هذه الاحداث الماضيه هي سبب الاعراض الحاليه لكن مع ذلك ليست كل اشكال السلوك البشري تؤدي إلى مثل هذه الاستدلالات إذن من خلال إصرار فرويد على أن الأحلام هي المسار السهل للوصول إلى اللاوعي يخبرنا فرويد أن أشكال معينة وحسب من الأعراض تقدم لمحات بشأن الأعمال اللاوعية للعقل طبعا بالإضافة إلى, إلى زلات الإنسان بالإضافة إلى الإيماءات والإضافة إلى السلوك العصبي هاي أيضا لها دور كذلك يفترض فرويد ان السلوك العادي، السلوك الطبيعي، يقدم لمحات قليله جدا بشان الدوافع الخفيه للسلوك البشري. يقول نحن مدينون بالفضل لدراسات الاضطرابات العصبيه في الحصول على المؤشرات الاكثر قيمه لفهم الحالات العاديه. اذا على اساس هذه الافتراضات الاربعه اللي تطرقنا الها يؤكد فرويد أن التحليل النفسي يقف على قدم المساواة مع الفيزياء حال حال الفيزياء لنرى كيف يجادل يتكلم المحلل النفسي وكيف يتكلم الفيزيائي الفيزيائي المحلل النفسي يقول أنه يخضع اللاوعي للقوانين نفس الشيء الفيزياء يقول تخضع الأنظمة الفيزيائية للقوانين كلاهما قوانين المحلل النفسي يقول يمكننا إعادة بناء هذه القوانين من الخصائص السلوكية مثلا الأشخاص الذين يعانون من العصاب نستطيع أن نعرف تلك القوانين الفيزيائي يقول نعم يمكننا إعادة بناء هذه القوانين منين؟ من المشاهدة والتجربة المحلل النفسي يقول يمكننا بناء نماذج للاوعي الفيزيائي يقول نعم يمكننا بناء نماذج للقوانين الفيزيائيه المحلل النفسي يقول لا يمكننا ابدا معرفه اللاوعي مباشره نفس الشيء يقول الفيزيائي لا يمكننا ابدا ان نعرف الواقع المادي مباشره انتهت هذه الحلقه وشكرا لكم